أكد مراقبون تنامي الفجوة بين القبائل، خاصة فيما يعرف بقبائل طوق صنعاء وميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرين إلى أن الحملات العسكرية التي تسيرها الميليشيا إلى مناطق القبائل واستهدافهم مؤشر على تلك الفجوة. ووفق المراقبين فإن طوق صنعاء القبلي له تأثير كبير على الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ اليمن، ومنذ سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء، والتي لم تتم إلا بعد استكمال الميليشيا سيطرتها العسكرية على القبائل المحيطة بها، باستثناء قبائل أرحب التي سيطرت عليها بعد 4 أشهر من سقوط صنعاء. كما توقع المراقبون أن يكون لقبائل صنعاء ذات الكتلة الاقتصادية انتفاضات محلية، في حين تسعى ميليشيا الحوثي إلى مواجهة الخطر الذي يمكن أن يشكله رأس المال في طوق صنعاء والسيطرة عليها. وأشار المراقبون إلى الحملات التي تشنها ميليشيا الحوثي حاليا في منطقة صرف التابعة لمديرية بني حشيش، وحملات مماثلة في عمران وفي غيرها من مناطق نفوذ الميليشيا. إذن ولمتابعة هذا الموضوع ينضمنا المحامي أمين الخديري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان برئاسة الوزراء. مساء الخير سيد أمين، نرحب بك معنا في أخبار المنتصف. إذا نلاحظ هناك الآن حملة شعواء الآن تنفذها الميليشيا في مناطق نفوذها، خاصة كما ذكرنا في الخبر في صنعاء وما جاورها أيضا في إب. بداية، كيف تفسر هذه الاستماتة من قبل الميليشيا وحملات الإرهاب ضد القبائل أو حتى أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ مساء النور. تحية لك. مساء النور لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. مساء الخير. هل تسمعني سيد أمين؟ أسمعك. نعم، هل سمعت؟ هل سمعت؟ إذا نحن نلاحظ منذ فترة والميليشيا تقوم بحملات إرهاب في مناطق سيطرة الميليشيا التي تستهدف المواطنين في مناطق سيطرتها سواء في صنعاء أو حتى في إب، وحاليا أيضا هناك حملات ضد أبناء القبائل خاصة في عمران وبني حشيش. كيف تفسر هذه الحملات الحوثية من قبل الميليشيا دون أي اعتبارات قانونية من قبلها؟ الميليشيا الحوثية هذا هو ديدانها، جماعة شعارها الموت، لا تعطي أي اعتبارات إنسانية أو حقوق إنسان. هذه الميليشيات حاصرت أكثر من منطقة، حاصرت منطقة الحيمة في تعز وهدرت الناس وقتلت الأبرياء والأطفال. الآن ما يدور في صرف يعني هو جزء ما يدور في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. هذه الجماعة لولا سكوت المجتمع الدولي على جرائم هذه الميليشيات لما ارتكبت تلك الجرائم بحق الأبرياء والأطفال والنساء في مناطق سيطرتهم. نعم، ربما أيضا دعنا سيد أمين نتحدث عن دوافع الميليشيا. حاليا هناك موجة سخط للكثير مما يجري في مناطق سيطرتها، خصوصا بعد وفاة الأطفال المصابين بمرض السرطان، وأيضا حملة لنهب ممتلكات وأموال المواطنين. هل هو بدافع الخوف ربما لزيادة السخط ضد ما تقوم به الميليشيا في مناطق سيطرتها في أكثر من منطقة؟ دواعي الخوف ليس بالدرجة الأولى أنا أشوفه من وجهة نظري أنا. أما الميليشيات الحوثية هذه، الجماعة هذه لا تؤمن بسلام ولا تؤمن بحرية ولا تسمح باحترام الرأي والرأي الآخر. مجرد أن تشك بشخص أو كذا فهي تستخدم معهم البطش والقوة. ميليشيات لا تحكم إلا بالحديد والنار، هذا هو ديدان الميليشيات، أي ميليشيات لا تحكم الا بالحديد والنار. الصمت الدولي، الصمت الدولي هو الذي فتح شهيه الميليشيات الحوثيه لارتكاب مزيد من الانتهاكات. والممارسات القمعيه ضد النساء والاطفال وغير ذلك.
نعم، ولكن أيضا لا ننكر أن هناك موجة سخط كبيرة الآن تعم مناطق سيطرة الميليشيا، ربما هي أيضا يعني كما تحدث يعني هي تحكم بالحديد والنار، ولكنها أيضا خائفة من ردة فعل الناس، لذلك يزداد هذا العنف الهمجي من قبل هذه الميليشيا. قبل أن أختم معك سيد أمين، حاليا كيف نستطيع الآن حماية الناس؟ يعني في أكثر من منطقة هناك نهب، هناك اعتقالات، هناك قتل، وتصاعد الميليشيا، ليس هناك من شيء تقوم به الحكومة حاليا لمساندة الناس حاليا؟ أنا لست يعني ناطق باسم الحكومة أو المتحدث باسم الحكومة، لكن أنا حقوق إنسان وأتكلم فيما هو متاح لي. لا نلاحظ أن هناك اهتمام حكومي أو حتى لا نلاحظ أن هناك اهتمام حكومي حاليا، وليس هناك أي حملات لمساعدة الناس أو حتى التشبيك مع منظمات دولية لمساعدة الناس أو حتى الحديث عن كل هذه الانتهاكات التي بالجملة هي في مناطق سيطرة الميليشيا. لماذا كل هذا الصمت وعدم التحرك؟ تفضل. الحكومة بيد ذاتها أشياء كثيرة عشان توضح جرائم الميليشيات للمجتمع الدولي عبر وزارتين حقوق الانسان ووزاره الخارجيه. هذه في جرائم تنتهك. المثل الشعبي الذي يقول معك بضاعه لكن لا يوجد معك مروجين. وزاره حقوق الانسان، وزاره الخارجيه، هذه وزاره الخارجيه يطلع العالم والمجتمع الدولي على الجرائم التي ترتكب في نطاق مسيطرة ميليشيات الحوثي وتوفير الحماية لهم القانونية وتجريم هذه الميليشيات في المجتمع الدولي، لكن إلى الآن لم يصدر قرار دولي بتجريم هذه الميليشيات، لأن هناك يعني لا يوضح للرأي العالمي بالشكل المطلوب سوى الندرة اليسيرة التي تقومه المنظمات المعنية بحقوق الانسان التابعه للاشخاص، اما في الجهات الرسميه لم توضح بالشكل المطلوب سوى ما يدعى بالاعلان حق الشرعيه. نعم، وهذه مشكلتنا منذ بدايه الحرب مع منظمات المجتمع الدولي او حتى المجتمع الدولي بكل. اشكر انضمامك معنا مدير عام مكتب حقوق الانسان برئاسه الوزراء المحامي امين الخديري، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا.